انا حط لي هذا الوزير اللي قرر هذا القرار هذا وحطني انا وياه. الا كان عنده الصح هو وانتصر عليا في هذا الامتحان هذا انا عدموني. مجازة هاد العام جينا اليوم قمنا بهاد الوقفة في مدينة الدار البيضاء أمام وزارة أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة الجهوية ديال الرباط 16. جينا اليوم باش نوقفوا وندوا ضد القرارات اللي دارت الوزارة اللي عطات فيها اللي حددت فيها السن ديال 30 سنة واللي دارت الإجحاف كبير لها الطلبة. دونك اليوم فحنا صامدون وغادي بدينا اليوم وغادي نكملوا إن شاء الله في الرباط وحنا ما غاديش نتنازلوا على هذا الشيء لأن الامتحان من حق الجميع وتكافؤ الفرص من حق الجميع وأن الامتحان هو اللي كيكون الفاصل هو اللي كيبين الإنسان اللي مزيان واللي ما مزيانش. دونك ملي كتقول لواحد الإنسان اللي كتقول ليه أنت 30 سنة فأنت كتعطيه واحد الوقت يعني بحال قلتي لي انت صافي 30 سنه راك موت ولا شوف اش غدير. ولكن حنا ما غاديش نوقفوا وغنستمروا في النضال لان هذا حقنا وحق الجميع. المهم من بين الشروط اللي عطات الوزاره هي انها دارت الانتقاء الاولي وانها حددت السن في 30 سنه فكنظن ان هادشي هاد الشروط اللي عطات هو اجحاف حق طلبه كاملين. كاين الناس اللي خدامه هادي شحال من عام وهي خدامه في ديزيكول بريفي يلاه وصلت 30 سنه يلاه شدات الاجازه شداتها يما كنقولوا يعني حرتات باش شداتها تجي انت في هذه الوقيته وتقول ليه لا صافي دونك خديتي الاجازه ديالك على 30 سنه ماشي من حقك على انك توظف. هذا اجحاف حقهم وكنظن حنا كاملين فما غنسكتوش على هذه القضيه وهذه هي القضيه ديالنا اليوم هنا وغدا الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا فالسبب خصيصا ديال هذه الوقفه هذه الاحتجاجيه ديال الطلبه المجازين بالمكان بالضبط هو الاكاديميه الجهويه التربيه والتكوين بالدار البيضاء 16. كان سبب هو هذا القرار المفجع الظالم اللي كان البارح للجمعه بسبب الشروط اللي كيتضمن واللي هي خاص الاستاذ يكون عنده اقل من 30 سنه. انا بغيت غير نعرف وغادي ندوي على راسي بخصوص انا عندي 30 عام وشهرين حاليا واش ماشي من حقي ندوز هاد الامتحان هذا؟ واش انا ما بقيتش عندي العقل ما بقيتش كنعقل ولا ما عنديش القدره ولا ما فهمتش انا علاش باصاو هاد الناس هادو وعلاش اسسوا هاد القرار هذا باش غيخرجوه؟ انا ما عرفتش الا كان هاد القرار صحيح فاول واحد خاصهم يحيدوه هو اخنوش والناس ديال الحكومه لانهم كاملين كبار في السن. وحنا كنعرفوا اخنوش بانه راه زيد 1961 يعني دابا حاليا راه عنده تقريبا 60 عام يعني خاصو يحيد من الحكومه لانه ما بقاش كيعقل. وغالبا الا كان هذا صحيح فراه هذا هو السبب لانه ولا غير كيخربق وكيخرج شي قرارات عبثيه ما غير منطقيه تعجيزيه. زائد ان كاين شرط اخر هو كيقول لك ان خاصها تكون الميزه وخاص في البكالوريا خاصها تكون الميزه في الاجازه زائد خاصها تكون ياخذوا بعين الاعتبار السن سنوات دراسيه باش حزتي على هذيك الاجازه. فالكل كيعرف انا غندوي على هذه النقطه بالضبط فالكل كيعرف ان كاينين واحد الكليات ولا واحد الجامعات اللي كيعطيو النقطه يا كاين واحد الجامعات اللي مزيرين الطلبه وما كيعطيوش النقطه يعني كيبغوا داك الشيء يكون واحد الصرامه واحد النوع زعما من الصرامه. يعني زائد ان في هذه الظرفيه ديال كورونا كانوا جامعات بحال مثلا الجامعه ديال الحسن الثاني بالدار البيضاء ديال الحقوق كنا كندوزو حضوري في حين كانوا كليات اخرين كيدوزو عن بعد. وحنا كنا كنسمعوا والله العظيم كنا كنسمعوا كيجيبوا ناس معاهم اثناء الامتحان كيجيبوا دكاتره وكيجيبوا ناس عندهم ماستر واجازه وكياخذوا وكيفاليديو لي سيمستر بواحد النقطه كبيره. يعني هو غيفاليديها ب 16 ولا 17 ولا 18 حنا غنفاليديوها ب 10 ولا 12 بالزز. يعني هنا راه ما كاينش تكافؤ الفرص. يعني هذيك الا انا واخذها ب 10 نقدر انا نجيب النقطه احسن من هذاك اللي في نهار الامتحان واللي يعز المرء او يهان. اثناء الامتحان يعز المرء او يهان. يعني حطني انا مع هذاك
مع هذاك مول 16 و17 وكل واحد غيبين داكشي اللي عنده، اللي كيستاهل هو اللي غيدوز، ماشي النقطه اللي كتحكم النقطه ما عمرها كانت معيار بتاتا. وانا كنقول واحد القضيه، انا على حسب البريباراسيون اللي درت بالنسبه للمعارف كنقولها وكنعاودها، انا حط لي هذا الوزير اللي قرر هذا القرار هذا وحطني انا وياه، الا كان عنده الصح هو وانتصر عليا في هذا الامتحان هذا انا عدموني، اقسم بالله العظيم الا نتعدم، والا انتصرت عليه انا حاجه وحده هي غيدير المكناسه بحاله بحال الناس اللي بحالنا بحالهم وبحال خوتنا. هذا هو القرار اللي كنطلب. اما بالنسبه للمتطلبات ديالي انا كنقول تراجعوا على هذا القرار في اقرب وقت، تراجعوا على هذا القرار في اقرب وقت، تراجعوا على هذا القرار في اقرب وقت، والا راه غناخذوا الحل بحول الله وقوته غناخذوه بيدينا. السلام عليكم، معكم من الناس اللي حضروا لهذه المظاهره. حنا بصفتنا ضمن التنسيقيه للمشاركه لهذا البيان اللي خرج من وزاره التربيه الوطنيه، دونك عندنا رفض لهذا القرار الاخير الذي جاء بيان على هذه المسائل اللي هي عندها علاقه بالاطر الاكاديميه للتربيه والتعليم. فرافضين لهذا القرار الاخير على المقترحات اللي هما قدموها في مساله الصين ومساله الانتقاء، جوج مسائل هي كيرفضوها جميع المشكل جميع الاطر اللي هما كيلتمسوا هذه القضيه، لان بالنسبه للقرار التعليم اللي هو حق على ان كل فرد حق على كل واحد مواطن انه تكون له مشروع على ليجيتيميتي بو كيبوس اتاندغ ما جي بالي فرونسي باش يكون عنده انه يوجه الوظيفه العموميه. فكنتمناو من وزاره التربيه والتعليم في هذا النطاق يعني تعيد النظر في هذا المسألة في هذا القرار الاخير اللي جاء بشكل مفاجئ من غير توقعات. وحنا كنشوفوا على المسألة ديال الوزاره ديما كتشوف قضيه ديال العبثيه وتعامل كتفاجئنا بشي قرارات غير السابق بينها، يعني لم نتم اعلامنا قبل ان نعرف هذه المسائل، وفاجاتنا بهذا الخبر المفاجئ. فهو بالنسبه لنا هذا رافضون له ونتمنى